كانت هناك كذلك واحد الزيارة تفقدية للمشروع جد مهيكل لسلسلة ديال الكمون اللي كيهم عدة تعاونيات اللي مجموعين في واحد المجموعة ذات النفع الاقتصادي حول وحدة ديال التثمين ديال الكمون وعصرية جد مهمة واللي سمحت باش يعني الثروة والإنتاج القيمة المضافة ديال الإنتاج كتزاد واحد من كتنقل من 16000 درهم حتى 60000 درهم وهذا الشيء كيزيد في الدخل ديال الفلاحة والعائلات اللي عايشين على هذا المشروع واللي كيتقدروا بتقريبا 200 فلاح وكان كاين واحد المجهود جد كبير بالنسبة العالية ديال هذه السلسلة فيما يخص استثمار المؤهلات ديال الإقليم في السقي يعني كاين هناك يعني فرشة مائية جد مهمة وكاين واحد التوجه في إطار الجيل الأخضر لاستعمال هذا الماء بواحد الطريقة اللي عقلانية وعبر تشجيع يعني السقي بالتنقيط وكذلك الاعتماد على الطاقة الشمسية باش هذا الشيء كيعاون الفلاحة مشروع مندمج من الأول من العالية ديال السافلة إلى التثمين وكذلك التسويق.